يقول السائل: ما هي البيعة؟ وهل يجوز إعطاؤها لغير ولي الأمر؟ البيعة هي عقد الولاية، عقد الولاية لولي الأمر، وذلك على يد أهل الحل والعقد من الرعية، أهل الحل والعقد من العلماء وأصحاب الرأي هم الذين يبايعون، وبقية المسلمين تبع لهم، تبع، ما هو كل مسلم لازم يبايع. إذا بايع أهل الحل والعقد لواحد منهم انعقدت البيعة في حق الجميع، لأن ذمة المسلمين واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.